هذا يقول شخص مريض وأتى من المدينة ولم يحرم من الميقات، فماذا عليه أن يفعل؟ إن كان ناوي العمرة يوم يجي من المدينة يجب عليه الإحرام من ميقات المدينة، أما إذا كان ما نوى عمرة، مريض ولا نوى عمرة، والآن شفاه الله وعزم على العمرة من هذا المكان من مكة، هذا يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة ويحل عمرة، لأنه ما نوى إلا من هنا. أما لو كان ناوي من المدينة فلا بد يحرم من المدينة.